7 أيار 2008 ذكرى لم تغب عن ذاكرة اللبنانيين منذ 15 عاماً. تصاعد يومها الدخان وأصوات الرصاص والانفجارات في أحياء بيروت والجبل. المنفذ مسلحو القمصان السود، وهي الحادثة الأكثر عنفاً وخطورة منذ انتهاء الحرب الأهلية. حزب الله وأتباعه ما عنده منطق سياسي لتطرحه، عنده منطق عسكري وعنده منطق القبائل اللي بتهجم على القبائل الأخرى، فبتجبر على قبل كل شيء بتسلب وبتنهب، ولكن بالوقت ذاته أيضا بتدمر. قضية 7 أيار أو ما شابه تبقى بذهن قادة حزب الله كأحد الأدوات وقت اللي بيحتاجوها كمسدس موجود على الخصر، لحتى يذكرنا كلنا سواء كلبنانيين أنه هذا الاحتمال موجود دائما. ومن هون تسمية حسن نصر الله ل7 أيار باليوم المجيد. سقط في حوادث 7 من أيار ما لا يقل عن 27 قتيلا من طيار المستقبل والاشتراكي، و26 من حزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري، و23 مدنيا، والمحصلة 76 لبنانيا سقطوا. السنة اللبنانيين يعتبرون بأنه هذه الذكرى هي اللي كسرتهم بالسياسي، واللي ضعفت سعد الحريري وضعفت السنة بلبنان. أما الدروز بيعتبروها أنه هي مواجهة ناجحة عبر منع هؤلاء الجحافل من الميليشيات الفاشية من اقتحام قراهم ودفاعهم عن أرضهم، وهذا شيء جدا أساسي بذاكرتهم الجماعية. ولكن للأسف 7 أيار حتى بالنسبة للشيعة هي سقوط الدولة اللبنانية ومفهوم العيش المشترك. ضرورة تذكير الجميع بكل الحلقات المؤلمة بتاريخ لبنان من أجل أن نتعلم من العبر، وليس من أجل تسليحها بمواجهة داخلية أو مواجهات إقليمية. هذه الذكرى 7 أيار هي ليست يوم مجيد، بل هو سقوط مفهوم الدولة في لبنان. لكثرة الحوادث في لبنان أصبح لكل يوم من السنة ذكرى مؤلمة من انفجارات واختيالات وتوترات أمنية، ليبقى 7 من أيار نقطة سوداء في رزنامة اللبنانيين وعنواناً للمطالبة بتنفيذ القرار 1559 القاضي بنزع سلاح كل الميليشيات والجماعات المسلحة في لبنان.